أيضا تكملة للحديث عن الدكتور سهير القلماوي، أستاذ في النقد والأدب، أستاذ جامعي وناقد كبير، دكتور عبد السلام الشاذلي، هو كان سيكون متحدثا عن الدكتور سهير القلماوي لكنه اعتذر فجأة لأنه يعني مرضا شديدا بإنفلونزا قوية، وخاف أيضا حتى لو تحامل قال أني لا أريد أن يعني أعطي حد من الجمهور. وستتحدث هو أعطى كلمته للأستاذة هالة الفحام لتقرأها بالنيابة عنه. تفضلي أستاذة هالة، أقول أيضا كلمة قصيرة تعريفا من ابنة العزيزة هالة الفحام. هي ترتاد عالم الأدب في فترة قليلة، لكنها ترتاد هذا العالم بثقة وبرغبة في الإبداع الجميلة. صدر ديوانها الأول حديثا اسمه ميلونجا، وعرض في معرض الكتاب. أستاذة هالة الفحام حاصلة على ليسانس الآداب قسم الدراسات اليونانية واللاتينية جامعة عين شمس. عملت لمدة 25 عاما كمضيفة جوية، ثم في قطاع السلامة والجودة بمجال الطيران حتى الآن. حاصلة على وسام الجمهورية سنة 1985 بعد حادث اختطاف الطائرة المصرية المتجهة إلى تونس في العام نفسه. شاركت وكرمت في بعض المنتديات الثقافية مثل منتدى تغريد فياض اللبناني الثقافي ومؤسسة الحسيني الثقافي، وبمهرجان الشعر السنوي النسوي الأول بمكتبة الزاوية الحمراء 9 يوليو 2021. ترجمت بعض قصائدها إلى البرتغالية ونشرت في موسوعة تضم الإبداعات النسوية في البرتغال. نشر لها الكثير من القصائد بالجرائد والمجلات الإلكترونية والورقية. أستاذة هالة الفحام، تلقي علينا الكلمة التي أراد لها أن تقرأها الأستاذ عبد السلام الشاذلي. جميعا بكل الخير. كلمة الدكتور الأستاذ عبد السلام الشاذلي شفاه الله وعافاه، دكتورة سهير القلماوي، ولدت أستاذتنا الجليلة دكتورة سهير القلماوي لأب يعود إلى أصول كردية، كان طبيبا وثقف ابنته ثقافة أجنبية رفيعة، فأتقنت عددا من اللغات الأجنبية وهي في المرحلة الأولى والثانوية قبل أن تلتحق بالجامعة المصرية في مطلع الثلاثينيات من القرن الماضي. وكانت تريد أن تلتحق بكلية الطب لتعاون والدها، لكن القدر شاء لها طريقا آخر، حيث كان عميد الأدب العربي صديقا مقربا من والدها بحكم سمعته الطاغية وقتئذ، واستطاع إقناع الأب والابنة معا بالالتحاق بقسم اللغة العربية بالجامعة المصرية الوحيدة عصر إذن. رعي طه حسين هذه الفتاة النابغة، وبعد رحيل والدها فكان لها أبا وأستاذا، وظلت تعتبره الأب الروحي لها، حيث شجعها على قراءة أصول الأدب العربي والكتابة في الصحافة والحديث في الإذاعة المصرية الناشئة.
قرأت سهير القدماوي سيرة الأب الروحي لها متمثلة في روايته الأيام، وأحست بمأساة الحياة الشخصية لأستاذها ومأساة المجتمع المصري كله ومدى فقره الاجتماعي والثقافي. تابعت بعمق روافض أسطورة الفتى الأزهري الصعيدي الذي كسر الحواجز وعبر الشاطئ الآخر إلى جامعة السربون حيث مدينة النور، وما أنجزه هناك من فتوحات روحية وثقافية. ظلت الأسطورة الذاتية لها مستمرة حيث يحتل دور المرأة أهم موضوعات بحثها، فسيدة الحكي العالمية للرواية الأم في تاريخ كل السرديات العالمية شهرزاد هي البطلة، الأسطورة التي تدافع عن حياة بني جنسها من النساء بألف حكاية وحكاية. فكتبت سهير القلماوي حكايات جدتي، وقدم لها طه حسين مشجعا لروح الإبداع لدي تلميذات والنابغة. ثم ظهرت مجموعتها القصصية الفريدة الشياطين تلهو، مستلهمة فيها بعض حكايات ألف ليلة وليلة حيث عالم الجن الذي ما زال يظهر حتى في عصرنا في شكل القوى، في شكل القوى النووية لدي عدد محدود من دول العالم الصناعي المتقدم. في هذه المجموعة القصصية تنجلي لنا بوضوح بعضا من ملامح الأسطورة الذاتية لسهير القلماوي الساعية إلى كشف دور المرأة لكي تتجاوز دورها كمجرد أنثى أو مجرد جنس آخر لطيف. وفي هذه المجموعة القصصية تسود الروح الشعرية الباذخة حيث يسيطر النغم الشعري على مجريات السرد ويصبح الإيقاع مكملا للمعنى الخفي الدفين. فسهير القلماوي تتجاوز كونها مجرد أنثى وأم إلى كونها إنسانة مثقفة ومواطنة ذات أبعاد علمية وعالمية. وعندما تولت سهير القلماوي الإشراف على هيئة الكتاب، كتبت رسالة لطه حسين وهو بباريس تخبره بأنها أنهت ترجمتها لبعض مسرحيات شكسبير ضمن مشروع الأمانة الثقافية لجامعة الدول العربية التي كان يشرف عليها طه حسين. لقد امتزجت في شخص هذه السيدة العظيمة أسطورتها الذاتية بأساطير المرأة الباحثة عن حق المساواة بين جميع البشر دون تفرقة الجنس أو الدين أو الطبقات. شكراً.